جدا. هحكي لكم حكايه يمكن ناس كتير من حضراتكم ما سمعتش عنها. وقت الحمله الفرنسيه على مصر سنه 1798، نابليون بونابرت حب يسيطر على مصر من غير ما يبوظ علاقته بالمصريين ومن غير ما يرتكب مذابح، فكانت فكرته انه يستغل حب المصريين للدين وبدا يلعب بعواطفهم. نابليون قال للمصريين ان الفرنسويين مسلمين، وهو شخصيا موحد بالله ومؤمن بالرسول عليه الصلاه والسلام، وكان بيحضر احتفالات المولد النبوي وبيلبس جبه وقفطان وعمامه كمان. ولو شفت الخطاب الاول ليه بالعربي مش هتصدق ان ده واحد فرنساوي. بيقول لك ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله، لا ولد له ولا شريك له في ملكه، انني اعبد الله سبحانه وتعالى واحترم نبيه والقران العظيم. شايف الجمال؟ طبعا الكذبة ما استمرتش كتير، لأن نابليون أساسا لا كان مسلم ولا كان مسيحي، والناس بعد فترة اكتشفت إنه بيشتغلهم. وهو نفسه في آخر أيامه وهو في المنفى في جزيرة سانت هيلانا قال في مذكراته إن اللي عمله مع المصريين ده دجل على أعلى مستوى، وإن على الإنسان أن يصطنع الدجل في هذه الدنيا لأنه السبيل للنجاح. طبعا انت مش مصدق الكلام ده، بس تقدر ترجع لكتاب مصر من نافذة التاريخ للمؤرخ الكبير جمال بدوي واقرا فصل الشيخ نابليون وانت هتعرف بنفسك. قصة نابليون بقى ما بتفكركش بأي حاجة حصلت عندنا في الشرق الأوسط، حدث كبير مثلا كل المسلمين هللوله والناس اتخدعت؟ مش فاكر صح؟ ما دي مشكلتنا اننا بننسى بسرعة، بس انا هساعدك وافكرك. I'm grateful for your hospitality and the hospitality of the people of Egypt. And I'm also proud to carry with me the goodwill of the American people and a greeting of peace from Muslim communities in my country. Assalamu alaikum. ايه رأيك؟ هتقولي طبعا التاريخ بيعيد نفسه كده. لا خالص، احنا ما بنتعلمش من التاريخ وبنرجع نكرر نفس اخطاء الماضي، ده اذا كنا بنسمي اللي بندرسه لأولادنا في المدارس ده تاريخ اساسا. للأسف الاستراتيجية هي هي، بس المرة دي أكثر تعقيداً مما نتخيل. خلينا نكمل التاريخ ونربطه باللي بيحصل يمكن نفهم أكتر. الموضوع ما وقفش عند فكرة الدجل بتاعت نابليون. الفرنسويين كانوا مهتمين جداً بالشرق ودراسة عاداته وتقاليده وثقافته، وده يمكن كانت بداية علم كبير اسمه الاستشراق. الاستشراق في أبسط تعريف ليه هو دراسة الغرب للثقافة الشرقية. موضوع الاستشراق ده فتح قدامهم كنز في فهم علاقة الدين بالسياسة في المنطقة العربية بالذات من أيام الفراعنة كمان. وما تنساش إن الفرنسويين هم اللي فكوا حجر رشيد. الدراسة دي كونت عندهم قناعة بإن أي حاجة لو غلفتها بشكل ديني ممكن تأثر على الناس في المنطقة العربية.